السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد جديد، لكن مش يعني عنده 3 أو 4 سنوات تم تشينه في مدينة شلف. هذا الفندق رائع بمقاييس عالمية، والحمد لله الآن أصبح لدينا فنادق كثيرة وفي يعني جل ولاية الوطن، وهذا يأهلنا باش نطور يعني السياحة نتاعنا، وكذلك نستقبل أي يعني منافسة دولية في يعني أي رياضة، وكذلك نقدر نستقبل منتديات وتجمعات اقتصادية وإقليمية وسياسية، كما شفنا مع منظمة الدول العربية أو منظمة أخرى، أصبحنا دولة لديها يعني الستركتور داكوي، يعني بنية تحتية فندقية ربما الأفضل في إفريقيا، وبفضل هذه الفنادق الكثيرة وخاصة في المدن الكبرى اللي أصبحنا نملكها. هنيئا لنا إذن، ونخليكم نعاودوا تشوفوا الفيديو هذا بدون تعليق، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.